مرحبا واهلا هلا، مرحبا واهلا هلا، مرحبا واهلا هلا باللي حضر، مرحبا واهلا هلا باللي حضر، مرحبا مليون والقاسيين، مرحبا واهلا ما بان القمر يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، زود الله قدر من جنا قدر، الفرح ذا الليل والله فرحتين، غنت طيور المراحب من عصر والسعد بقدومكم يا الغانمين، والسعد بقدومكم يا الغانمين، مرحبا واهلا هلا باللي حضر، مرحبا مليون والقاسيين، مرحبا واهلا ما بان القمر يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، زود الله قدر من جنا قدر، الفرح ذا الليل والله فرحتين، غنت طيور المراحب من عصر والسعد بقدومكم يا الغانمين، والسعد بقدومكم يا الغانمين، مرحبا واهلا هلا باللي حضر، مرحبا مليون والقاسيين، مرحبا واهلا ما بان القمر يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، زود الله قدر من جنا قدر، الفرح ذا الليل والله فرحتين، غنت طيور المراحب من عصر والسعد بقدومكم يا الغانمين، والسعد بقدومكم يا الغانمين، مرحبا واهلا هلا باللي حضر، مرحبا مليون والقاسيين، مرحبا واهلا ما بان القمر يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، يا الضيوف اللي وصلتوا سالمين، زود الله قدر من جنا قدر، الفرح ذا الليل والله فرحتين، غنت طيور المراحب من عصر والسعد بقدومكم يا الغانمين، والسعد Hey,
القارب. يا هلا وسهلا. حياك الله. يا هلا بكم. مرحبا الله حي حسان. هذا اخوي عوض. ما عليكم زود. مرحبا حي. شكرا الله خير. هذا اخوي عوض عبد الله. هلا بعوض. حياكم الله. حياكم الله. يا حي الله يبجيك. يلا حي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرفنا هذا اليوم شرف عظيم للجميع، جميع البيت عندنا بحضور الشيخ منصور بن عبد الله الحمدلي وإخوانه وزيارتهم لنا ولمدننا ولمنطقتنا. هذا شرف عظيم لنا، والله يحييكم ويحيي خطوتكم ويحيي يوم جيتوا عندنا. مهما كتبنا مهما تكلمنا لا نفهم حقكم. الشيخ والعميد نايف بن عبد الله الحبذلي له محاسن كثيره ومواقف طيبه نذكر القليل منها، ولا هي لا تقصى ولا تعد، بعث الله سبحانه وتعالى على المتحدث. الشيخ نايف انا جيته ولا كان يعرفني ولا اعرف الا انا اعرف الغامض، وتسبب لي نقل من البدريه المسلحه بجهد الله ومجهوده. وقبل السبب جاء الشيخ مطلق بن قارب بن مدلول يطلب وظيفه منه كان ما خبر ولما سبب له قبل قرب، وهذا عمل قال من هقواته ومن علم الغامض. وجاه خليف بن دريمان لا قصر بعيال، وجاء عودة بالله بيض الله وجهه عبد الله، واخو قتله نادر بن علي سجل لنا المنطقة الثانية ولكم بيض الله وجهك ابو عبد الله، وانت قعدت وكسبت العلم الغامض. وهذا لا يستغرب من شيخ ولا شيء، واستدلت ببيتين تعالى خلال اعتابكم. حي الله عتيبة شراميم الأولاد روس على روس المعالي شفوقة حماية الساقات في شلف وزنان ومهارهم في كل غارة سفوقة. يا مرحبا ترحيب يسمو ويزداد ترحيب لعيال الحبذلي نسوقة. يا مرحبا ترحيب يسمو ويزداد ترحيب لعيال الحبذلي نسوقة. منصور وإخوانه على المجد رواد، منصور وإخوانه على المجد رواد، ومع الخضري وفود كامل حقوقه. يوم من الفيتوبة لنا ثلاثة عيال عيال شيخ المنطقات المسبوقة. الله يحييكم تحت ابدانكم، والله يحييكم. والآن مع الشاعر المطلق ابن قارب الشملاني فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكرر الترحيب في شيوخنا من الشيوخ عتيبة وأبو يزيد، ما ودنا نزيد على الكلام اللي قال. وأنا لي موقف، أنا ولدني مع الشيخ والعقيد اليامة، كان عقيد قايد المدخرات في حبر الباطن، وقدم الولد أكثر من مرة للوظيفة والله أراد الأشياء. وقلت مشينا لا لحظة، تعرف أحد يقول؟ قلت أعرف الرجل بسمعته، وأنا صادق والله ما أعرف إلا بسمعته اللي تضرب وجهه. وجيته ولقيت عليه قصيدة أسمعكم إياها الآن. وقال شوف الميدان يا أبو محمد اللي وراك والله اللي يجاوبك، بس الأيام هذه ما عندنا رقم، ولكن اعتبر ولدك عسكري. ووفى والله غريبة من عتيبة أصلا.
يقول سرياق لما عادل الصبر من هاك ضاقت وبعد الضيف يبدا الفراق ان كان من المظلمين ينسون هالداق نصيح شيخ ما تعقد احجاقه شيخ اللبس من مصنع الطيب ديباق يستاهل وشام المضاجل وتاقه يطري على اللي صك الوقت محتاج يظلمت مقيل طفه اشراقه نايف عقيده الجود للجود نهاك بحروفه والطيب خاضها وباقي من اللاب هل مجدها مثل الابراج متسامي مزعزعتها عقاقه اعتيب على هيله وصبيح على ادلاك عز الخوي وعرام من به لقاقه تكفى يا ابو عبد الله الخاك محتاج ونبذ الوافين من غير حاجه عسى على يدينك يجيب الله افراج شبل وقف حظه بعنقز لقاقه نركض نبيله في سما الرزق معراج الله يبشر من سعى بابتهاجه وانت منكم بالطيب مدخل المخراج كم حارب ازعلت موفة خراجه وكم طالب القفل ورا حقها دراج اصبح على يديكم مدار ادراجه وذكرك هو اللي جابني من ورا اسواق والناس كل اللي يذكر لي يواجه فعله فداك اللي عن لازمه لاقي لحد اللازم تعكر مزاجه وصلاة ربي عدم الصبح ينباك على شفيع الخلق يوم المواجه ويستاهل الله اكثر مما نقول والقصيده الثانيه حزان ابو محمد ويستاهل ابو عبد الله مع الاخوان قبل شوي تلحقيه جابوها الاخوان شوي بس بعض الناس ما سمعها ودنا نعيدها لهم يقول يا ضيوف ابو يزيد حياكم الله حنا ترانا كل ابونا مع زيب العود الازرق سيق من بعد الله يستاهلون الطيب فعالة الطيب عيال الحفلد والحفلد السجلة نظيف ما مرت عليها العذاريب والشيخ راح وباقي في محله السطور تدمي بس نادى المخاليب منصور وعقاب السعد مرد فله ونايف وناصر لقى حطنا المشاريب بنوا لهم في قمة المجد فله وافعالهم تستاهل بنوا لهم في قمة المجد فله وافعالهم ما تنحصي بالحواسيب عتيبة الهيلة اجبالا من ظلها لزغنهم ما يخاف العواقيب والشعر لو قلنا استاهلون استاهلون والشعر لو قلنا دقه وقله ما هو حقوق مكملين المواجيب وهذا والله يقولها من قلب لسان يستاهلون وباقي وعند منصور لانه هو الاكبر والكبير الله العزيمة اللي وعدوني فيها أنا ما حدكم بس الزمان ما حدكم فيه أما غيرها اللي توافقون عليها مرة أنا غير الصور بالحاضرين كل واحد منكم من الحاضرين له حق فيكم أنا اللي يديره وقت ولهم حق عليه لا بد من طيبين صح لسانك أبو محمد وإن شاء الله أنهم يطبون محلة في الجزء الأول حول الله أما الآن مع شاعر أدير وشاعر أديب وشاعر عادل نظر الرياض اللي قبل مليون الشاعر الصيح من عون الجاعل إلى الله نعم بعون الله هذا عمي علي بالغام بضويح شيخ نايف الحذر العتيد والشيخ ناصر بن عبد الله الحذر العتيد والشيخ منصور بن عبد الله الحفادي العتيبي وعبد الله بن منصور الله يحييه تفضل ابو عوض ترى قصيده طالبينها بصوتك شايله انك انت لك جماهير ودائم تشرفنا بكل المنابر ابو عوض السلام عليكم ورحمه الله ماني بطيب من ربعي علشان ادعوكم لواجبكم واجبكم والصدر ولكن أدعيكم لزواج أخويا بكرة قاعة المملكة بالشمل هنا وحضوركم يزيدنا شرف الحقيقة والله يحيي الجميع منكم دعوة عامة بارك الله فيك أبو عمر الله يجعلها أنا الحقيقة البارح ساري من الرياض ودق علي أبو يزيد قال أنا بالشركة تحققت أمنيتي قلت وش أمنيتك قال زيارة الشيوخ الحذرية قلت ألف نعم وإن شاء الله إني لنا نكون موجود وقوف يا أمامكم شرف لي أنا عيب بشرني ونسيتها
Allah, 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 All
والان مع شاعر عامل منطقه تبوك وقباركم، والشاعر يقول بالنار الشغلاني وانا حار. الله يحييك. السلام عليكم. الله يحييكم ومشاركم بفاكم. والصراحه الموت اكبر من القصير، لكن خالي كلمني خالي من على راس. الله يطول عمرك ويحييك. الله يجزيك. يقول القاف لدمك يسنى في ضمناه، ولا جبت على لزمك عيب وبشيره، ابشر بنا يا راعي القدر والجاه، نجيك لو ان المسافه طويله، ما لي من اللي يتقي يوم ترخاه، حنا لها والحمل عنكم نشيله، واللي مثل شواك نجوم نصاه، ويقف بصفك الجمع القبيله، يا مرحبا بابن العتيبي وحياه، ومرافقين عد وابله الاخيره، العود قدمه والبغادي ملكه، تفوح من صالي نهيبه المليله، نسمع بذكر قبل ياتي ونلقاه، من يجه الراعي اليمين الطويله، منصور شيخ يرفع الراس طرياه، ولا مدح شواه وعشتيله. منصور شيخ يرفع الراس شواه، مربوط منصور شيخ يرفع الراس صرياه، ومن لا مدح شواه وعز ديله، ابمدح من طيب ساسه ومجناه، والمدح يا ذاك اسفينا النبيله، تنثر جناب الكريمه سجاياه، اقرها اقرها الاقام شله ثقيله، اشهد شهاده من يسوي سواياه، ان كان هذا الطيب ما فيه حيله، راسي يشوش براعي الطيب شرباه، وافخر بذكر لك اليوم وليله، من عجوه عتيبه على الطيب مرباه، اهل السيوف المحبات الصقيله. راسي يشوش براعي الطيب شرباه، وافخر بذكر لك اليوم وليله، من عجوه عتيبه على الطيب مرباه، اهل السيوف المحبات الصقيله، عدوهم سود الليالي توطاه، وقصيرهم محشوم عن كل ميله، عون الضعيف اللي عن الوقت يحداه، عون الضعيف اللي عن الوقت يحداه، وستر الهموم اللي تقضى الجديله، يطيبهم بالحيل يا ناس طيبه، قوم خلق هواه الكسب الجديده، وسلم. صح لسانك شال حمود ويستاهلون العتايب ويستاهلون الحفلديه، بيض الله وجيههم. في هديه مقدمها من الشيخ مطلق بن قاضي للشيخ العميد نادر عبد الله الحفلدي، وقال عن سيف مضي من الذهب وابو عبد الله كله ذهب وكله سيف، ويقول السيف ما يدل على ضعيف. والحقيقه ان الموقف والحضور اكبر من الهدايا واكبر من النصيب، لكن يتشرف الشيخ نايف استلم هديه من الشيخ مطلق بن قاضي الشلالي. انت يا ابو عبد الله لو نتبع الهدايا كنا عندنا تهديد لك، الله يطول عمرك ويحييك. حقك كل اللي نقدمه يا ابو عبد الله. هذه ما الا رمز، لو نبي اللي قدمت لنا ما احلى الاحجيل. انتم على السيوف الله يحفظك. الله يجزاك خير. انتم على السيوف الله يحفظك. الله يحفظك، شكرا لك، الله يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا لك. تعال يا ابو عبد الله، الله يحييك. طول لي عمرك ان شاء الله. والان تشرف والدي تسليم هدايا لابنوبه ويعطى الحقيق، لان الطيب ما يدل على الطيب. ولا هداياكم اكثر من ذلك واكثر من ذلك. والان الهديه للشيخ منصور بن عبد الله الفردي، فليتفضل. صورة
يا ابو عبد الله. الله علي يقول هذا ياك ما اكبر من ذلك، لكن عاد هذه الله يخليك. الان هديه للشيخ ناصر بن عبد الله الخلفي لا يتفضل. الله يحييك يا مرحبا يا مرحبا. والآن تفضل الشيخ العميد نايف بن عبد الله صاحب الكفن الذي عرفنا بوجهه ومعرفته وكسبنا جميل من جميله. الله يحييك ابو عبد الله. والطيب ما نهديه الا الطيب. انتم اهل الطيب. الله يحييك يا مرحبا. والآن الشيخ عبد الله بن منصور يستلم هديته. الله يحييه. شوفكم الله هديه مباركه اكبر اكبر من الهدايا. الله يحيي الجميع. لكن هذه حاجه رديه والطيب يهدى الطيب. والآن مع الشاعر شاعر الدحة شاعرنا نواف الحسني الدحة مفروض عنده ظن عندكم على ما قال من أخويا ودنا نسمعكم إياها لو 10 دقائق. الله يحييكم. يلا يا جمهور الدحة اليوم فرح عندنا وعيد خلونا نستانس خلونا نستضيفنا.
مليون.